وسط خيمة لا تزيد مساحتها عن 20 مترا وصندوق عربة إلى جوارها، تقيم هذه العوائل الثلاث برفقة والدتهم المسنة. عدة أسابيع مضت على نزولهم في مخيم أبا زيد في بلدة حربنوش بريف إدلب، مخيم يمتد على مساحة واسعة، إلا أن ضيق الحال حرم العديد من العائلات الاستقلال بخيمة منفصلة تحفظ لكل عائلة خصوصيتها. أنا وأمي وابني وأخواتي تنتين باركين بخيمة لحالنا، يعني هالخيمة مقاوتنا كلياتنا، وعندي هالتريد لهاي فاعلين خير أعطونا إياها لحتى نحط فيها أغراضنا اللي بنشتغل فيها، مثل جلي، مثل أدوات مطبخ، مثل هيك، وناشد المنظمات أنه يجوا يشوفوا هالمخيم هذا. قاطنو المخيم يتخوفون من أخطار انتشار أوبئة أو ظهور الزواحف والحشرات الضارة في ظل تراكم القمامة على أطراف المخيم وتخزين مياه الصرف الصحي في حفر بدائية أنشأها السكان كحل بديل لشبكة الصرف الآمنة. في عنا أكثر من عائلة تسكن خيمة واحدة، في عنا حالتين عجزة إعاقة تامة نهائية، في عنا ما في عنا ترحيل القمامة، خزانات مي ما في، ربطة الخبز اليوم ب 900 وب 1000 ليرة، ما في دخل، سلات غذائية ما في، أهم شيء الخيم، موضوع الخيم يعني بناشد جميع المنظمات وفاعلي الخير والجمعيات الخيرية لدعم هذا المخيم، مكونات من مكونات الحياة. أدنى مقومات البقاء على قيد الحياة من مياه وغذاء ومأوى بات يصعب على الأسر تأمينها مع وجود حالات إنسانية متفاقمة تحتاج لعناية ورعاية، على أمل أن يحصل السكان على دعم المنظمات للتخفيف من معاناتهم. تأمين خيام للنازحين وترحيل القمامة عن المخيم وإقامة مرافق صحية آمنة أبرز الاحتياجات التي يأمل قاطنو هذا المخيم تحقيقها من المنظمات الإنسانية والمؤسسات المعنية. من داخل مخيم أبو زيد بريف إدلب، منصور صبرا، حلب اليوم.